تحت رعاية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف كرمت يوم أمس جمعية لآلئة الدينية العلامة الشيخ الطاهر آيت علجد بمسجد بوكران ببلدية يدويرة بالعاصمة بمناسبة ختمه شرح الموطأ مالك بن أنس. هذا التكريم استلمه نجره عبد السلام آيت علجد بسبب عدم مقدرة العلامة حضور حفل التكريم لأسباب صحية. سعيد بأن أكون في هذا المسجد العامر الفخم لقبول ضيافتهم لتكريم الوالد الذي تعذر له حضور بسبب وعكة صحية طرأت عليه مؤخرا، وهو بهذا يطلب قبول عذره بعدم حضوره، ويطلب منكم الدعاء له بالشفاء وحسن الخاتمة إن شاء الله للجميع، ويعتذر للجميع ويحييكم ويشد على أيديكم في هذه الأعمال الخيرة وحب العلماء، ومن تكريمه تكريم لجميع الأئمة والعلماء في الوطن وخارج داخل الوطن وخارج الوطن.